لكن حين نتحدث لن نتحدث فقط عن التضحيات لكن سنتحدث كذلك عن الانجازات واعتقد ان كلنا يسير في شوارع مصر المحروسه فيتابع ويرى هذه الانجازات رأي العين ويستطيع أن يتلمس بسهولة التطوير الذي يحدث يوما بعد يوم في مجال الأمن وكذلك في مجال الخدمات التي تقدمها الشرطة المدنية في مصر للحديث حول هذه الموضوعات وهذه الجوانب أكثر كي نقترب منها يسعدني أن ألتقي الأستاذ عبد الرازق توفيق ورئيس تحرير جريدة الجمهورية أنا بحضرتك كل سنة طيب أنا بحضرتك كل سنة طيب وكل مصر بخير ودايما شعبها في أمن وأمان واستقرار يا رب دايما ويسمع منا جميعا كل هذا الدعاء لكن دعني اسالك عن التطوير او ماذا يمكن ان يتلمسه المواطن العادي اللي بيتعامل في الشارع في المصالح الحكوميه في التامين في المنشات المختلفه اعتقد انه هناك نقله حصلت ما يعني مش متاكد حصلت في انهي مره لانها متتابعه ومتلاحقه ولسه بتحصل لكن وأنت صحفي وتعمل في هذا المجال ورئيس تحرير الجمهورية يعني كيف رصدتها؟ اعتقد ان احنا على مدار سبع سنوات هناك حلقات متصلة مصر خاضت معركة اعتقد معركة بنسميها معركة البقاء كان في هجمة إرهابية شرسة للغاية جدا كان في فوضى في انفلات في حالة من افتقاد الأمن والأمان لا اخفي عليك حضرتك وكلنا نعلم ان الامن والاستقرار هو عصب التقدم عصب الانتاج عصب التنميه عصب الاستثمار عصب السياحه اعتقد ان احنا اللي حصل في مصر مصر خاضت معركتين البقاء والبناء ولما كانوا في تزامن عبقري للغايه جدا مصر خاضت المعركتين في توقيت واحد التطور اللي حصل في الشرطه المصريه اعتقد هو نتاجه ونتيجته على الارض الواقع هذا الامن والامان والاستقرار سواء للوطن او المواطن، اعتقد ان احنا لدينا شرطه محترفه، شرطه تمتلك مقاومات، الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بركزتها الدوله الوطنيه سواء المؤسسه العسكريه او المؤسسه الامنيه، ودول اللي بيوفروا الامن والاستقرار، ولو بصينا رمينا النظر الى الدول التي عانت من ويلات ما يطلق عليه الربيع العربي، سقطت فيها الدوله الوطنيه، وبالتالي المؤسسات افتقد فيها المواطن الامن والامان والاستقرار، افتقد فيها فيها ايضا حتى طعم الحياه اعتقد ان احنا في عيد الشرطه اللي بيفكرنا بالشجاعه بالفداء بالتضحيه بالوطنيه انك انت دايما حريص على كرامه هذا الوطن هو الحقيقة كان في تناغم عظيم بين قواتنا المسلحه والشرطه كان في اداء يعني محترف واداء متداخل وتنسيق وحب اذا اذا جاز لي ان انا ادخل المشاعر في العمل لكن الحقيقه ان هذا الوطن انقذ من خلال هذه الايدي الباسله من هنا ومن هناك يعني اعظم ما يميز مصر هو حاله الوحده سواء بين الوحده بين المصريين ودايما سياده الرئيس بيقول اهم حاجه ان احنا نكون على قلب رجل واحد في القلب منها وحده الجيش والشرطه شفناهم بيشتغلوا معا بيدافعوا عن هذا الوطن معا بيضحوا معا بيستشهدوا معا اعتقد ان كان ده جدا في تطهير سينا من دنس الارهاب الاسود كان موجود في كل ربوع البلاد اعتقد ان الجيش والشرطه خاضوا معركه من اشرف المعارك المقدسه اللي بذلت فيها الجيش والشرطه الغالي والنفيس كي تنعم مصر بالامن والاستقرار واعتقد ان الحمد لله يعني بندخل الجمهوريه الجديده وبشرطه محترفه شرطه وطنيه كلمت طالما كلمت عفوا عن الجديده الجمهوريه الجديده التحديث والتطوير الذي لحق بالشرطة في كل المجالات وأنا كنت أتحدث منذ قليل المسألة ليست أمنا فقط لكن في خدمات كثيرة بتقدم إلى المواطن في هذا البلد خلينا أكلم حضرتك سواء عن حماية المخدرات سواء كان الشعب من حماية والشباب من حماية المخدرات هناك أيضا مراكز التأهيل والتع... مراكز التأهيل اللي بتتوسع فيها الشرطة المصرية أعتقد أن احنا بنلاقي توفير الحياة الكريمة حتى خارج المؤسسات العقابيه وداخل ايضا المؤسسات العقابيه في شفنا فيه تطوير السجون قريبا ده ده خ... بالاضافه للخدمات اللي بيقدمها الداخليه دلوقتي في حاله من الرقي الانساني للتعامل مع المواطن المصري سرعه في دخول الرقمنه والاخذ باسباب التكنولوجيا كل ده موجود بيميز اداء الشرطي سواء في ما يقدمه من خدمات للمواطن او في حمايه المواطن من كافه انواع الجريمه هناك سرعه في سواء في إضحاض او دحض او تدحض البؤر الارهابيه ومن خلال ضربات استباقيه او حتى من خلال مكافحه الجريمه والوصول الى الجناب باقصى سرعه، خلينا ايضا الحفاظ على المال العام، مكافحه الفساد، كل هذه الخدمات كل اوراقك، كل مستنداتك بتجد هناك يعني ضباط على اعلى مستوى، هناك خدمه شرطيه فيها رقي وفيها انسانيه وفيها معامله ايضا. توقف عند المعامله، كلمني عن هذه المعامله، اين ارتقت واين واين وصلت؟ خلينا اقول لحضرتك ان الشرطه هي ايضا من نسيج الوطن يعني من شرطتنا دي من ابنائنا فاعتقد ان حاله الرقي وحاله التدريب انك انت حاسس ان اخوك او او قريبك اللي بيقدم لك الخدمه حريص ان هو يعاملك بشكل محترم، حريص انه يمثل او يجسد سياسه قياده سياسيه وتوجيهاتها اللي دايما بتحرق دايما بناء الانسان المصري، كرامه الانسان المصري، كل دي منظومه بتتجسد سواء في اداء الشرطه، في اداء كل مؤسسات الدوله لكن الابرز والاكثر احتكاكا بالجمهور هو الشرطه المصريه اللي بالفعل يعني بتقدم نموذج لحتى للخدمات الانسانيه دايما يعني شفنا ظابط بي بيحاول اللي هو الغارمات قضيه الغارمات اللي دفع لها اه, آه. ده حاجه كان كان موقف عظيم ومات نقيب ورتبه صغير فست مكسور عليها الايجار فهو بادر ان هو يدفع المبلغ عشان ما تتحبسش وكده لكن عايز اقول لحضرتك ان 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 الشرطة ما هي برضو زي ما بقول زي الجيش والشرطة هم أولادنا ليس يعني غرباء عننا هم من نسيج هو ابني وابنك هو أخويا وأخوك الشرطة المدنية أساسا الشرطة المدنية خليني أقول لحضرتك يعني هذا التطوير الكبير والأخذ بأسباب التكنولوجيا والتحديث حتى في المجال المنشآت دلوقتي الإقسام والمراكز بتلاقي حاجة تفرح للأمانة بتلاقي إحنا النهاردة في قلعة الأمن لأكاديمية الشرطة بالفعل يعني من أفضل أو أحسن أو رائدة القلاع الأمنية في الشرق الاوسط بتخرج يعني خريج ظابط علي اعلى مستوي ايضا كل مصر كلها بتعيش حاله من التطور وحاله من الزخم والتحديث والتطوير وزي ما قلت لحضرتك احنا بندخل الجمهوريه الجديده الحمد لله ومصر حاجه تشرف وحاجه تفرح وفي القلب منها عندنا شرطه قادرة وتمتلك مقومات انها تقدر توفر الامن والامان للمواطن توفر الامن والاستقرار للوطن كي ينهض كي ينمو للتنمية للبناء للاستقرار للسياحة للاستثمار اعتقد ان احنا كلنا كمواطنين عايشين ده واحنا ماشيين في الشارع بنلمس ده واحنا في منح حياتنا يعني اي مبنى حكومي او عام ندخله احنا استشعرنا الفارق عايز اشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الرازق وانت بالصحه والسلامه مصر بخير جيشها بخير وشرطتها بخير وشعبها دايما بكل خير امين يا رب استاذ عبد الرزق توفيق رئيس تحرير الجمهوريه